الحياة أبواب دخول وخروج، مين خرجت من بابه وقررت ما تدخلوش تاني أبداً؟ بصي، أنا خليني أقول لك على حاجة. أنا لما تعبت وجات لي الجلطة قعدت في البيت. اللي بيسأل عليا بشكل منتظم اتنين، محمود حميدة وسعيد حامد المخرج. الاتنين دول هما اللي بيسألوا عليك وبيطمنوا عليك. الباقي كله بيكلمني وبيقولوا لي عايزين يجي، بس ما حدش بيجي. أداء واجب للأسف. لكن اللي كانوا مهتمين بجد، يعني دول عشرة العمر. يعني تعالي بصي لأي حد، هنيدي مثلا، أنا عامل معاه كم فيلم كتير الحقيقة، معظم كتير. أفلامه أي حد، إنما مكالمة أنا عايز أجيلك، والله عايز أجيلك، كله يقول لي كده. طب ما بتجيش ليه؟ طب مين العكس بقى؟ مين دخلت من بابه وقلت مش عايز أخرج تاني أبداً؟ كتير. الله، ده أنت محظوظ. كتير. زي مين؟ يعني قول لنا حد في الحياة، في أبواب ولادي. الحياة دخلت وقلت مش خارج، مش عايز أخرج. بيت ولادي، لأن ده بيتي. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.